شباب صباح الخير. ما بعرف شو الوقت عندكم، بعرف بتأخر عليكم بالدروس، بس صراحة ما في تفاعل. المهم يا شباب نتعلم عزف أغنية لاني شيخ ولا باجا ربعي كلهم حشاش. شباب أنا حاطط زائد واحد ترانسبوس، أوكي ترانسبوس زائد واحد حاطه، الإيقاع سرعته 101، إيقاع زوري. هي الأغنية مقام أنا هونت وفيها بيات، تمام؟ أنا مشرق الفاديز، أوكي؟ بس هاي المشرقة، أوكي؟ شوفوا كيف راح ألعبها. أول بلش لاني شيخ ولا باشا ربعي كلهم حشاشة، أوكي؟ راح نزلكم الكاميرا شوي مشان يبين عليكم الشغل. اوكي يا شباب نرجع من عيده. هلا اقرا العبها مع الايقاع نشوف كيف راح تطلع. طبعا شباب مش هذا الصوت هو عم بيلعبها بصوت مجوز، بس انا صوت المجوز اللي عم بيلعبها مش موجود لانه هو سامبلر مسجلينه تسجيل. هذا صوت مجوز، شوفوا كيف راح تطلع. اوكي شباب مع الايقاع. بس خلص هيك بفوت بمقطع ثاني وفينا نلعبها بهذا الصوت كمان، بتطلع كتير حلوة. اوكي شباب نفس الحركات. بس خلص بلعب حركة هيك. اوكي شباب اوكي شباب بعدين برجع لنفس المقطع. اوكي يا شباب بس يخلص هون بلعب مقطع هيك. يا شباب
بعدين برجع لهذا المقطع. اوكي شباب انتبهوا، انا عم بعزفها باسلوبي كتعليم، خلص تعلمتوها. اوكي الحركة هيك شباب. أنا عم بلعب آخر شيء، عم بستقر على بيات المي. أوكي يا شباب، هاي الأغنية كلها هيك. هلا أقرأ أعزف لكم إياها بس بأسرع شوي، بشي 105 رح تطلع أكيد أحلى. شباب بتمنى منكم تعطونا لايك، والجداد تشتركوا بالقناة، أهلا وسهلا فيكم، ومنشوف إذا في تفاعل مثل ما أول ما بلشنا
اوكي بنكمل تعليم معكم. ما في تفاعل صراحه، مش راح اعلم يعني، خلص راح اتبع برنامج اللايكي لانه صراحه في تفاعل عليه اكثر. وتحياتي لكم جميعاً.